السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الجميلة في الانكسكيب ان انت تقدر تقول له open وتفتح ملفات فيكتور او بيت ماب، او تفتح حاجات بتاعت ادوب الستريتور. لو انت عندك ملفات ابتداء AI او SVG تقدر تفتحها عادي في الانكسكيب. دلوقتي هاجي هنا في الخصائص ادي بروبرتيز. طبعا لو الشريط ده موجود هنا فانت هتلاقيه في الاخر برضو. تقدر تختار المقاس بتاع الصفحة، تقدر تختار اليونت اللي انت عايز تشتغل بيها، او ممكن تعمل custom size تكتب الرقم اللي انت عايزه. هنا تشوف السكيل اللي انت عايزه. هنا تقدر تختار الباك جراوند، تقدر تختار اللون، تقدر تخلي اللون مثلا بالشكل دوت. ده هنا بنظام ال RGB تقدر تشوف النظام ال HSL او CMYK، يعني في اكتر من نظام. تقدر تختار اللون المناسب للخلفية. ده البوردر، تقدر تطفي البوردر او تظهره او تغير اللون بتاعه. هنا الجايد، لما انا بسحب من هنا وبنزل ده اللون الجايد، وده هايلايت لما اكون عامل سيلكت عليه بالشكل دوت. طبعا الجايد بيساعدني في الرسم او ان انا اسيب مساحة معينة. ده الجريد، السناب اللي هو تجاذب لنقط معينة عايز تفعلها ولا لا، تعمل تجاذب للجريد. الكولر، السكريبتنج لو فيها سكريبتنج. هنا تكتب البيانات بتاعة الملف نفسه، التايتل، الديت، الكرييتور. لما تعمل سيلكت على اي ملف وتدوس رايت كليك وتقول له بروبرتيز هتقرا الخصائص ديت.